مساء الخير واهلا بكم في حلقه جديده من الاستوديو التحليلي لبطوله افريقيا 2019 نجمه 2019 شباك يجي لك كل التحليلات لقبل انطلاق المباريات واحنا قبل دقائق من انطلاق اول مواجهه في المواجهات الحاسمه. دور المجموعات خلص وارقامه القياسيه خلصت والاداء الوحش خلص ودخلنا في الماتشات اللي ما فيهاش هزار. الغلطه ممكن تخليك تطلع بره في مواجهه مصر وجنوب افريقيا دور 16. اهلا بيكم هاني حتحوت وتامر بدوي موجودين معاكم عشان نحلل الدقايق الاخيره قبل مواجهه دور ال16. تامر ازيك؟ ازيك يا هاني؟ ايه الاخبار؟ كله بخير الحمد لله. الحمد لله. خلاص ماتشات دور المجموعات خلصت، ما فيهاش اي مشكله انك تلعب وحش وانك يبقى في فرص كتيره جايه عليك، لانك في الاخر ممكن تخلص تاخد نقط. انت واخد 9 نقط رايح على دور ال16، ما فيش هزار. المفروض ناس متفائله شويه انه اللي فات فات واللي جاي بقى انت بتحسن الدنيا ومنتظر منتخبا مختلفا، وناس قلقانه لان اللي عدى ممكن يكون مؤشر لان اللي جاي ممكن تطلع بره. شايف ازاي الدنيا؟ شايف ان اللي انت قلته لخص كل الدنيا. دور المجموعات لازم تنساه خالص، لان لو كنت مثلا عملت نتيجه وحشه في اول مباراه فكنت تقدر تعالج، يعني تعالج الامور دي وتعدل امورك في تاني مباراه وثالث مباراه. اتمنى بس ان احنا نطلع من موضوع دور المجموعات نحتفظ بيه، هو الحفاظ على شبكنا نظيفه. دي اهم ميزه ان احنا طلعنا بيها من دور المجموعات. والميزه كمان المهمه جدا يا هاني، ان اللي بعتبرها اهم سمه اتسم بيها منتخب مصر، هو ازاي ان انت تبقى وحش وتطلع كسبان. دي نقطه مهمه جدا، لان دي سمه من سمات الفريق البطل، ان انت تبقى وحش وتبقى عارف تطلع تقتنص ازاي الثلاث نقاط حتى لو اللي قدامك عمل اداء افضل منك. واخر حاجه اتمنى ان احنا نطلع بيها هي التوفيق، لان انا بصراحه لازم نعترف الكره فيها توفيق وعدم توفيق. انا شايف ان احنا كنا موفقين جدا في دور المجموعات، لان اتعمل علينا فرص خطيره من الثلاث منتخبات اللي قابلناهم سواء زيمبابوي او الكونغو او اوغندا. اتعرض مرمانا لفرص خطر حتى من ضربات ثابته كنا موفقين فيها، مثلا في مباراه الكونغو في كره في العارضه. فاتمنى ان احنا نطلع بنفس التوفيق اللي حلفنا في دور المجموعات يلازمنا في دور ال 16 ثم الثمانية والقبل النهائي، ويا رب لغايه المباراه النهائيه. يا رب ان شاء الله. ما عندناش غير جنش وكوكا هم اللي مصابين، وبالتالي بره الماتش ده. كوكا بره الماتش ده، جنش بره البطوله كلها، ربنا يرجعه بالسلامه. فممكن نحط التشكيل المتوقع. محمد صلاح اللي كان عنده برد اكيد هيلعب كده كده، ان شاء الله هيلعب. ان شاء الله ان شاء الله. ايه بقى بقيه العشرة اللي معاك؟ اعتقد ان مش هيبقى فيه تغيير كبير في التشكيل بتاع منتخب تغيير مصر. كبير ولا تغيير خالص؟ لا ما اعتقدش ان هو هيبقى فيه تغييرات خالص. احنا دخلنا في لازم ترمي كل اوراقك في ارض الملعب. انا من وجهه نظري ان هيبقى المحمدي وايمن اشرف، هيبقى محمود علاء هيرجع النهارده لانه خلاص خلاه يتفادى الانذار، وحجازي محمد النني وطارق حامد عبد الله السعيد صلاح تريزيجيه مروان. تشكيل منتخب مصر مع الشناوي طبعا حارس مرمى. خلي بالك مروان قعد يومين ما بيتمرنش مع التدريبات الجماعيه علشان بيتاهل او بيريح، يعني عشان كان حاسس بالاجهاد. هل ده معناه ان احنا ممكن نشوف احمد علي هو اللي بيبدا؟ صعب يعني، او نشوفه يعني احتمال خلال المباراه؟ ممكن. ده كل ده وارد يا هاني. يعني انت لما دفعت بكوكا في المباراه اللي فاتت خسرته بعد ربع او ثلث ساعه بالزبط. فدي حاجه المدير الفني بيبقى مجهز نفسه اكتر من سيناريو. اخيرا قبل ما نروح لتوقع النتيجه، وهنتوقع انا وانت وان شاء الله تبقى صح لو توقعنا هنكسب، يعني من دور ال 16 لو تعادلت فانت عندك شوطين اكسترا تايم، لو تعادلت فانت هتروح ركلات الترجيح. ده اللي اتكلم عنه اجيلا، احنا اتدربنا على ركلات الترجيح. هل شايف انه ده احتمال قائم ممكن نوصل للمرحله دي؟ بالتاكيد احتمال قائم، بس بقول احنا هنكسب 2-1 ان شاء الله. 2-1 وهنعمل نفسي. اول كامباك في البطوله. ايه ده؟ هيجي 1-0 فينا؟ هم القهوه، هم اللي هيبداوا. هنعيش في حالات رعب. لا بس مش طبيعيه. بس هقول لك على حاجه، لو انت جه في الجون وانت بادائك بتاع الدور الاول ده هتبقى عندك حاله فقدان ثقه رهيبه ان انت هتسجل جولين. بس السيناريو ده لو حصل، يعني السيناريو ده لو حصل انا محتاجه محتاج احس ان في شخصيه منتخب يقدر يرجع بعد ما يتاخر بجول. انا شايف ان احنا هنكسب 2-0 ان شاء الله. ان شاء الله. ويبقى استمرار للنتائج الحلوه يا رب. ان شاء الله. ان شاء الله يكون اداء حلو يعني. ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا يا تامر. اشكرك يا هاني. اشوفك ان شاء الله تقديمه ماتش الكوارتر فاينل باذن الله. ان شاء الله، لان لازم ندعي يعني. يا رب. شكرا لكم. نجمه 2019 شباك بطوله افريقيا. الاستوديو التحليلي دايما يكون موجود معاكم. نشوفكم على خير. سلام. اتصالات اقوى شبكه في مصر.